مع أهداف البرنامج الوطني لمقاومة الاحتكار والمضاربة والتهريب إقامة جميع مؤسسات الدولة وخاصة وزارة الداخلية والديوان التونسية وفرق المراقبة الاقتصادية بعد عمليات مراقبة موصوفة بالمكثفة، قامت بإحباط عمليات تهريب المواد الأساسية المدعمة وحجز لحوالي 2700 طن خلال الفترة المتراوحة بين 10 و17 من مارس الحالي. 1098 عملية مراقبة، ويتم المخازن والمستودعات اللي تمت مراقبتها سواء كانت عشوائية أو مطاحن تقريبا 1100 وفوق 1180، وكذلك عدد المحاضر والمخالفات اللي تم تسجيلهم في 1868. عمل متاعنا عمل يخدم تحت غطاء قانوني بإشراف مباشر من النيابة العمومية اللي تم بطبيعة الحال استشارتها في جميع المداهمات، ثم 75 من بين المحتكرين اللي تم الاحتفاظ بهم. وتم حجز هذه المواد الأساسية المدعمة وفق الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الشبابلي في عدد من المخازن والمستودعات ومسالك التوزيع، وكذلك في بعض المطاحن والمخابز المصنفة ذات حصص مرتفعة، وذلك في مختلف الولايات. ثم 1072 قضية تم تسجيلها، ثم 31 موقوف، ومقارنة هذا بالنسبة لسنة 2021، وباش نشوفوا اللي كونوا في نفس الفترة في المدة هذية كانت 1644 قضية، وبالنسبة للموقوفين 21. بالنسبة نعطيه فكرة، بالنسبة كذلك سكر الحرس الوطني اللي هي في الفترة الممتدة من جانفي حتى 9 مارس يتم تسجيل تقريبا ارتفاع على السنة المنقضية ب 3 مليون دينار، إضافة من الفترة هذه من 10 حتى 17 مارس تقريبا بزايد مليون دينار على المواد المدعمة اللي تم حجزها وكانت مهربة سواء في حدودنا الغربية أو الجنوبية. هذا المحجوز عمليا سيتم ضخه مجددا في الأسواق، وعهد للإدارة العامة للديوانة إحكام التصرف فيه. الديوانة قامت بأول عملية يوم أمس ونشرت إعلان للبيع بالظروف المغلقة بصفة متوازية مع الإجراءات التي تعملها الإدارة العامة للديوانة والمتمثلة في البيع بالمزاد العلني للمحجوزات المتأتية على التهريب. هذه كيف المواد الأساسية المدعمة بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وضعنا الآلية هذه باش نعاود نضخوا المواد المدعمة والمنتجات الأساسية في السوق المحلية، واعتمدنا مقاربة تتمثل في دراسة الحاجيات حسب الولايات، وحسب هذه الحاجيات وكمية المواد المحجوزة سيتم تباعا القيام بإعلانات للبيع موجهة إلى تجار الجملة اللي يشتغلوا ويمارسوا نشاطهم بطريقة قانونية. العملية الأولى حسب الناطق الرسمي باسم الديوان التونسي العميد هيثم الزنات يقول شملت 60 طنا من مختلف المواد الأساسية المدعمة بثمن تم دراسته من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات وهو الثمن المرجعي. كذلك يوم أمس تم القيام بإعلان بيع بواسطة الظروف المغلقة الثاني، وتقريبا الكمية فيه من الفارينة والكسكسي والمعجنات بصفة عامة 10 طن، كذلك وجهت لولاية تونس الكبرى، لأنه بالدراسات التي قامت بها وزارة التجارة وتنمية الصادرات تبين لكونه حاجيات استهلاكية كبيرة في الولايات الأربعة لتونس الكبرى، فانطلقنا بهذه الولايات، ثم خلال الأسبوع القادم سيتم توجيه عملية البيع إلى داخل الجمهورية في بقية الولايات. وتؤكد لجنة الخطة الاتصالية المعنية بمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة الاحتكار والمضاربة والتهريب العزم على التدقيق في مآلات هذه الكميات التي سيتم ضخها في الأسواق حتى لا يتكرر سيناريو الاحتكار، وتضيف أنها تعمل وفق نظرة استشرافية صاغتها في مقترحات رفعت لسلطة الإشراف حتى تضمنها في خطة متكاملة.